شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى الصفات المهمة بالمؤمن والتي يجب أن ترافقه إلى آخر حياته، بل يجب أن ترافقه أيضا في عالم الآخرة، الأمل برحمة الله. هنالك آيتان في القرآن الكريم، مفاد الآية الأولى أن الفرق بين المهتدي وبين الضال هو الأمل برحمة الله والقنوط من رحمة الله. الله تعالى يقول: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من رحمة الله علامة الضلال، والأمل برحمة الله علامة الهدى. الآية الثانية تبين فوق ذلك، تبين أن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يأمل برحمة الله، بينما الكافر لا يأمل برحمة الله. الله تعالى يقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح يعني الرحمة، الروح والرحمة بمعنى واحد أو بمعنى متقارب. بعض العلماء يقولون إنما عبر بالروح لأن الفرد الذي يعيش المشكلة يشعر بحالة اختناق، الأنفاس لا يتمكن أن يلتقطها، ما يتمكن يتنفس، يحتاج في هذه الحالة إلى نسيم. شايفين الأفراد اللي فيهم تنج
ضيق التنفس، أو ما أعلم إذا داخلين في الحمامات القديمة المختنقة. أحيانا في الحمامات القديمة واحد يشعر أنه يختنق، وإذا شوية تستمر هذه الحالة يمكن يسقط مغمى عليه. فإذا فتح باب الحمام وجاء النسيم اللطيف، هذا يشعر بالراحة ويشعر بأن روحه تعود إليه. هذا النسيم اللطيف يقال له الروح، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا ييأس من رحمة الله في أي ظرف من الظروف. لماذا هذا الفرق بين المؤمن وبين الكافر؟ دققوا في هذه النقطة ولاحظوا هذه النقطة. الكافر يعتمد على منطق العلم، بينما المؤمن يعتمد على منطق الدين. أكو تناقض بين منطق العلم ومنطق الدين. هل منطق العلم ضد منطق الدين؟ لا، منطق الدين فوق منطق العلم. العلم يعتمد على مجموعة من المعادلات المادية، مثل واحد مخليه في غرفة لا يرى ما وراء الجدران، ولكن المؤمن روحه مرتبطة بالله، قلبه مرتبط بالله، ولذلك في أي ظرف من الظروف، في أي وضع من الأوضاع، أمل بلطف الله وبروح الله لا ينقطع. العلم يقول ماكو أمل، المعادلات المادية تقول ماكو أمل، ولكن منطق الدين يقول أكو أمل. أكو هنالك، إذا تحفظون هذه المناجات المنظومة، ولعل بعضكم حفظتموها، مناجات منظومة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، موجودة في المفاتيح، كلش مناجات حلوة. أولها: لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلى أن الإمام صلوات الله عليه يقول: إلهي، هذا هواي مهم، هذه القضية تعين مصير آخرتنا أيضا. إلهي، لئن عذبتني 1000 حجة، يعني إذا والعياذ بالله أخذونا وألقونا في جهنم وبقينا في جهنم 1000 عام، لا نعلم أنها من أعوام الدنيا أو من أعوام الآخرة، إلهي لئن عذبتني 1000 حجة، ما هو موقف المؤمن؟ فحبله رجائي منك لا يتقطع، حتى في جهنم والعياذ بالله قلب مملوء بالأمل بالله. وفي دعاء كوميل إن شاء الله يجب أن نقرأ دعاء كوميل في كل ليلة الجمعة، دعاء كوميل مشحون بالمعارف، يقول: لأضجن إليك بين أهلها ضجيج آملين، حتى في جهنم. لذلك واحد، وفي الأحاديث أكو أحسن الظن بالله، بالذات في لحظات الاحتضار، واحد يجب أن يكون عنده حسن ظن بالله، رجاء بالله، أمل بالله.
يقولون إحدى الأشياء المهمة في لحظات الاحتضار أنه قلب المؤمن يكون مشحون ومليء بالأمل بالله، هذا من أسباب النجاة في الآخرة. على كل حال، نحن في جميع الحالات، إحنا في هذه الدنيا عندنا مشكلات، الله تعالى خلق الدنيا للمشكلات، وكل واحد يعاني مشكلة من نوع معين. أنتوا الآن جايين إلى الله سبحانه وتعالى، جايين إلى أولياء الله، جايين إلى كريمة أهل البيت، جايين إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. عندما تدخلون الحرم تدخلون بأي نحو؟ أمل. إذا الإمام الرضا صلوات الله عليه كان حياً، أنتم كيف كنتم تدخلون على الإمام الرضا؟ بمنتهى الأمل ومنتهى الرجاء. الإمام الرضا ما عنده حي وميت، الشهداء ما عندهم ميت وحي، الشهداء أحياء، فكيف بسادات الشهداء؟ أنقل لكم ثلاث قضايا، أنتم لاحظوا هذه القضايا. القضية الأولى، رجل وامرأة تزوجا ومضت عليهما 7 أعوام أو 8 أعوام، أولاد ما عندهم، راجعوا الأطباء، الأطباء عالجوهم طوال هذه الأعوام 7، والنتيجة آخر كلمة الأطباء قالوا أمل ماكو، الخلل هم في الرجل هم في المرأة، الإشكال في الطرفين، ولا تتعبون روحكم. الطبيب يقول أمل ماكو، هذا منطق العلم، منطق الدين شي يقول؟ يقول أكو أمل. راجعوا واحد من علماء الدين فأعطاهم قند حديث الكساء، قند خو تدرون يعني شنو، هاي المكعبات اللي قرأ عليها حديث الكساء، وتربة سيد الشهداء، والماء الذي يجري بقرب النهر أو شبه النهر الذي يجري قرب مرقد أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، هذا الشيء الثالث، وماء زمزم، هاي الأربعة. ما مضت إلا فترة قليلة، هذه القضية في الكويت اتفقت، وإذا بآثار الحمل تظهر على هذه الزوجة وتضع 3 توائم دفعة واحدة. القضية الثانية من العراق، وهي أعجب من القضية الأولى. حدثني أحد الإخوة أنه كان لهم صديق مرت عليه 28 عام، أولاد ما عنده، 28 عام يعني عمر، وبعد هذه السنين الطويلة وإذا بالله سبحانه وتعالى يمن ويعطي لهذه المرأة 4 توائم ذكور مرة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أطباء يقولون ماكو أمل في البعد الطبي، سياسيين يقولون ماكو أمل في البعد السياسي، الاقتصاديون يقولون هذا الشخص تدمر وانتهى وجلس على التراب، لكن منطق الدين يقول أكو أمل. القضية الثالثة أعجب من القضيتين الأوليين، شايب، رجال شايب عمره 100 عام تقريبا، وزوجته عجوز عقيم عمرها حوالي 90 عام، أكو بعد أمل في الأولاد؟ ممكن؟ أبداً ماكو أمل.
هذا منطق العلم. ولكن لاحظوا هذا المؤمن الذي قلبه منشد إلى الله سبحانه وتعالى، إذ نادى ربه نداء خفيا. ليش خفي؟ لعله والله أعلم، لأن عيب بعد واحد الآن شايب عمره 100 عام يقول يا الله اعطيني أولاد، عيب قدام الناس، ولكن أمام الله سبحانه كل شيء ممكن. في زيارة الإمام الرضا إن شاء الله تقرون صلوات الله عليه، الله كلمة كن ما يحتاج إلها، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجر. الله كن ما يحتاج، كافونون ما يحتاج، إرادة واحدة تصنع كل شيء. الله مو مقيد بهذه المعادلات الطبيعية، الله إرادته فوق المعادلات الطبيعية. هذا النداء الخفي، إذ نادى ربه نداء خفيا، أثمر ثمرته. وإذا بعد 100 عام، بعد 90 عام، 100 عام للرجل، 90 عام للمرأة، الله أعطاه نبيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ولذلك أنت وإحنا في أي ظرف من الظروف يجب أن لا نفقد الأمل. عندما تدخلون الحرم ادخلوا بروحية من لا يخرج إلا وحاجته معه، بهاي الروحية، بهذه الروحية إن شاء الله حاجاتكم تكون مقضية. أكو هنالك نقطة ثانية، هذه النقطة مهمة، وهي تجعل الأمل في الإجابة أكبر، وهذه النقطة أن الداعي ينبغي أن يوسع آفاقه في الدعاء. أكو بعض الناس يعيشون ذاتهم فقط، المحور هو الذات، يقول منطقه الدار ثم الدار. وأكو بعض الناس يعيشون هموم الآخرين، يقولون الجار ثم الجار. هذه حالة الإيثار. السيدة الصديقة كبرى فاطمة صلوات الله عليها إلى الفجر كانت تدعو لجيرانها وما كانت تدعو لنفسها. المؤمن ما يخالف يدعو لحاجاته، الحاجات تضغط علينا، تأذينا، تلح علينا، ولكن أيضا ينبغي أن نفكر في الآخرين. الآن إخوانكم في شتى بقاع الأرض يعانون مشكلات، يعانون آلام. المؤمنون في العراق الآن يعانون وضع حرج للغاية، بيوتهم تهدم، أطفالهم يذبحون، مشردون، يحرقون. يعني حقيقة المؤمنون في العراق الآن يعيشون أقصى أنواع المشاكل والمعاناة. واحد يفكر في الآخرين، يدعو للآخرين. أنتوا إن شاء الله تقرون دعاء الندبة، دعاء الندبة إن شاء الله تقروه في كل يوم جمعة. يوم الجمعة ما يخالف واحد يرتاح شوية، ولكن أيضا في يوم الجمعة أكو هنالك برامج مهمة، ومن البرامج المهمة في كل يوم جمعة دعاء الندبة. حتى أنتوا تقعدون ويا أولادكم بالبيت اقروا دعاء الندبة، هواي في بركات، هواي في خيرات. هذا الدعاء فيه كنوز عجيبة تحتاج إلى اكتشاف.
إحدى الملاحظات إن شاء الله عندما تقرون دعاء الندبة، إحنا نستغيث بسيدنا ومولانا الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه في هذا الدعاء. لاحظوا آفاق الداعي، أي أفق رفيع ينقلنا إليه دعاء الندبة. ما تقول أيها الإمام الحجة تعال من أجلي، ما يخالف. إحنا عندما نستغيث بالإمام الحجة نقول لأجلي، لكن شوفوا هنا أفق الداعي، أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ لاحظوا الأفق، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ شوف الأفق، أنت تفكر في تجديد الفرائض والسنن في ذلك الأفق الرفيع، مو في هذه المشكلة الصغيرة التي تعاني منها. أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ إلى آخره. لاحظوا الفقرات كلها أو 90% منها الداعي بدعاء الندبة له هذا الأفق الرفيع والوسيع. إن شاء الله إذا قرأت دعاء الندبة في يوم الجمعة اقرأ الدعاء بهذه النظرة. إحنا ينبغي علينا أن نشرك الآخرين في حياتنا، في أموالنا، في دعائنا على أقل تقدير. عندما المؤمن يقبل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الروحية وبهذه النظرة، دعاؤه حتى لنفسه يكون أقرب إلى الإجابة. نعود إلى صدر حديثنا، في كل الأحوال، في كل الظروف، حتى إذا الأطباء الكل قالوا أمل ماكو، أنتوا قلبكم ليكن مليئاً بالأمل بالله والأمل بأولياء الله. العم الشهيد رحمه الله أخذوه إلى الإعدام في العراق، عندما أخذوه إعدام الليلة الأخيرة، هل عندك وصية؟ يأخذون وصية ثم يأتون ويلبسون السجين شيء حتى لا يشوف، ثم صفارات الإنذار 1 2 3 إطلاق الرصاص أو سحب الكرسي وشنق هذا المسجون. العم رحمه الله أخذوه، الصفارة الأولى، الصفارة الثانية. الآن أنتوا بين الصفارة الثانية والثالثة، بعد أكو أمل أو ماكو أمل؟ بعد أي أمل ماكو، ولكن المؤمن يقول أكو أمل. بين الصفارة الثانية والثالثة وإذا بجرس التلفون يدق، راحوا شال التلفون، ما يسمع الطرف ماذا يقول بس يسمع كلام هذا الطرف، نعم لا مثلا، يعني بعدنا ما أعدمنا، أجل تأجيل، نعم، أغلق التلفون وجاءوا ورفعوا هذه الخوذة أو الكيس وقالوا أجل حكم الإعدام. يعني حتى بين الصفارة الثانية والثالثة الأمل يجب أن يكون موجودا.
وأختم الكلام بهذه الرواية، رواية كلش لطيفة وكلش معبرة. تقول هذه الرواية إن آخر رجل يؤمر به إلى جهنم، الملائكة الغلاظ الشداد يجون يأخذون المجرم حتى يودوه إلى جهنم، يأخذوا الآن على مشارف جهنم، وإذا بهذا العبد يلتفت خلفه التفات، فيقول الله سبحانه: عبدي لم التفت؟ ليش نظرت إلى خلفك؟ فيقول العبد: يا رب ما كان هذا ظني بك ولا أملي فيك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وماذا كان ظنك بي؟ يقول: يا رب ظني بك أن تكرمني وتدخلني الجنة. فيقول الله تعالى: ملائكتي، إن هذا عبدي ما ظن بي في حياته خيرا ساعة قط، ولو ظن بي في حياته خيرا ساعة قط ما روعته بناري، أجيزوا كذبه وأدخلوه الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم. في كل عام يأتي إلى مشهد حوالي 30 مليون، كما نقل لي بعض المطلعين، وكثير منهم يعودون بأيدي مليئة وحاجات مقضية. إن شاء الله أنتم تكونون أيضا من الذين يعودون بأيد مليئة وحاجات مقضية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج الباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق، هدي